قلنا بأنه إحنا وازننا بين أمرين، بين التعليم وبين الصحة. الآن الكلفة التربوية لعدم عودة الطلبة إلى المدارس ليس عندنا وإنما في كل دول العالم هي كلفة باهظة، سواء تربويا من حيث الفاقد التعليمي أو الإخلال بمبدأ العدالة في التعليم أو أيضا في الجوانب الاجتماعية والنفسية. ولكن يجب أن نوازن أيضا بالاعتبارات والشروط الصحية. أنا أؤكد لك بأن العودة إلى المدارس ليس مغامرة، بل هو مطلب وهو مبرر لاعتبارات صحية وتربوية إذا حافظنا طبعا والتزمنا بكافة الشروط والاعتبارات الصحية. حياكم الله. التباعد الذي حرصت عليه الحكومة يبدو أنه لم يكن حاجزا ليمنع فيروس كورونا من الجلوس على مقاعد الدراسة. كورونا لا تفرق بين مدرسة خاصة وأخرى حكومية. أكثر من 50 مدرسة تم تحويل التعليم فيها إلى تعلم عن بعد، 10 منها بسبب وصول الفيروس داخل جدران المدرسة، فيما 40 غيرها كان العزل للمناطق السبب الرئيس في التحويل الإلكتروني. الحديث عن تحويل للتعليم وليس تعليقا، والفرق بينهما أن التعليق يحتاج للتعويض والتحويل لا يحتاج لذلك. كيف تفكر وزارة التربية والتعليم فيما لو زادت لا قدر الله أعداد الإصابات في المدارس؟ ما هو الرقم الذي عنده ستقوم لجنة الأوبئة باتخاذ توصية يتم من خلالها تحويل التعليم إلى إلكتروني؟ ماذا عن التعليم عن بعد للصفوف الأولى؟ هل سيتم تعديل البروتوكول أم لا؟ هذا الملف سيكون اليوم على طاولة حوار صوت المملكة مع عضو لجنة الأوبئة الدكتور جمال الرمحي. مساء الخير دكتور. عبر سكايب أرحب بالأستاذ يوسف أبو الشعر مدير إدارة التخطيط التربوي وزارة التربية والتعليم، سينضم إلينا، ومدير إحدى المدارس التي سجلت إصابة بكورونا الأستاذ يوسف الهودري، فيما سينضم إلينا عبر الهاتف أيضا نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر السوراني. أهلا بكم جميعا صوت المملكة بدا. يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك. أهلا بكم من جديد. قبل أن أبدأ مباشرة اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور مدير مستشفى الكرك. مساء الخير دكتور. أهلا مساء النور. أهلا أستاذ عامر. دكتور فقط نريد أن نتأكد، هناك حديث عن أول إصابة تسجل في الكرك؟ صديقي يعني اليوم احنا استقبلنا حالة من منطقة الأغوار الجنوبية. زملائنا الأطباء تعاملوا مع الحالة بحرفية عالية، عزلوها من مباشرة، الأعراض والإصابية تشير إلى انتباه عالي في إصابتها بالكوفيد 19. تم إجراء فحص البي سي آر مختبرات الحكومي ونتيجه بوزيتيف، ويتم فرق الاستقصاء برئاسه محافظه الكرك في الاغوار عينات وحق المنطقه والمخالطين لها. احنا عندنا 22 عينه للاشخاص المخالطين من قرايبها يعني. طيب دكتور معاذ فقط، اذا انت تؤكد وجود حاله في الكرك من منطقه الاغوار صحيح؟ نعم نعم. طيب كيف انتقل الفيروس؟ هل تم معرفة مصدر الفيروس؟ حاليا يعني القصة اللي أخذناها إحنا فريق حاضرة جنازة أو حتى في منطقة الأغوار الشمالية بس الروضة، هيك أخذنا الرواية من المريضة، وإنه يعني أي فقط المخالطة الوحيدة الخارج المحافظة. إحنا لحد الآن ما كان عندنا ولا إصابة بمحافظة الكرك، أي المنطقة الانتقال الوحيد مريضة خارج المحافظة. طب عدد المخالطين؟ عدد المخالطين لحد الان احنا المباشرين المخالطين 22 مخالط اخذنا منهم عينات، والان فتح كامل منطقه الاغوار والاقاليم ايضا والمخالطين لها في الغور الصافي وبالمناطق الغور الصافي. طيب
هل هناك إجراءات محددة؟ سيتم عزل البيت، سيتم عزل الحي، الحارة أم لا؟ أكيد سيدي، عطوفة محافظة الكرك يعني ومدير الشؤون الصحية هم بمنطقة الغور وسوف يقوموا بكل الإجراءات اللي تضمن عدم انتشار الإصابات إن شاء الله. إن شاء الله. تم تحويل الحالة إلى مستشفى حمزة؟ نعم، تم تحويل الحالة إلى مستشفى الأمير حمزة. نعم. شكرا لك دكتور معاذ المعيطة مدير مستشفى الكرك الحكومي. قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان إسحاق إن لدينا بروتوكولا واضحا يطبق في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية لمواجهة انتشار كورونا، وأضاف أن البروتوكول يقرر في حال أصيب طالب تعطيل الصف الذي حصلت فيه الإصابة 14 يوما، ويتم أخذ عينات من جميع طلاب الصف وفحصها، ويكون التعلم خلال 14 يوما عن بعد. تابع أنه في حال أصيب عضو هيئة تدريسية فيتم تعطيل المدرسة بأكملها 14 يوما، ويتم أخذ عينات من المخالطين اللصيقين من الإصابة، ويتم الحجر على الطلاب والهيئة التدريسية كافة 14 يوما، وتحويل المدرسة إلى التعلم عن بعد. وأوضح أن الوزارة الصحة أول من يعلن عن الإصابة بالفيروس في المدارس وليس وزارة التربية، وترسل العينات إلى المختبرات. وأشار إلى أن وزارة الصحة تبلغ وزارة التربية والتعليم عن الإصابات وتوجهها لاتخاذ الإجراءات الوقائية من تعقيم مرافق مدرسية وتعليمات إرشادية أخرى. أهلا بكم من جديد، وأهلا بك دكتور الرمحي. تعليقك على تسجيل أول إصابة يعني، وهذا والله للأسف كنا ما لا نتمناه للأمانة في منطقة الأغوار في الكرك بغور الصافي. يعني للأسف الجنوب كان معافى لفترة طويلة أكثر من 6 أشهر ما فيش أي إصابة، والآن نفاجأ أنه هناك في إصابة لسيدة أو لمريض بالمستشفى، أدخل إلى مستشفى الكرك الحكومي، ثم طبعا عندما عملوا فحوصات له على الأصول وظهرت الفحوصات إيجابية عندما أخبرتهم وزارة الصحة بذلك. طبعا هنا بنأكد على نقطة جوهرية مهمة جدا جدا، وهو أنه الفيروس لا ينتقل يطيب الهواء من محافظة لمحافظة. بالتأكيد يعني أن هناك شخص أو أشخاص التقوا مع عائلة هذه المريض واختلطوا فيه المخالطين. الآن وصلني معلومة 200 شخص في الأغوار، هذا مخالط المريض. نعم مريضة، ويتحدثون عن المريضة الروس. لكن ما قصدته أنه يأتي إلى المحافظة أكيد من شخص آخر اختلطوا فيه أساسا، فلهذا السبب الآن ستقوم الفرق الاستقصائية بطبعا دراسة المريض وما حول المخالطين، ومن أين أصيبت المريضة هذه وكيف توزعت الإصابة. يعني لازم نعرف الآلية كيف صارت حتى نمنع حدوث هذلك مرة أخرى بإذن الله إن شاء الله. نعم. طيب الآن الإجراءات هي منطقة راح تكون في عزل لهذه المنطقة أو للحي أو للبيت، لأنه عندنا إحنا الآن مخالطين، والآن بتكثر مخالطين يعني درجة أولى وثانية وثالثة. هل هذا وصف علمي صحيح؟ صحيح. هذا ينطبق عليه ما ينطبق على باقي المحافظات وعلى الألوية المتصرفيات. فإذا كان هناك طبعا هم بغول كرك، إذا كان هناك قرية صغيرة لكن موجودة والمثلين شخص من ذيك المنطقة، تعزل المنطقة بالكامل حسب البروتوكول المتبع، وطبعا والفحوصات لهم والمناطق المحيطة فيهم أنا متأكد راح يعني تحدث أو يسووا فحوصات عشوائية لهم حول المنطقة المصابة حتى يتأكدوا أنه لم تخرج عن منطقة المريضة وعائلتها. يعني نتمنى السلام إن شاء الله للجميع. آمين إن شاء الله. إن شاء الله. وأعود إلى عنوان الحلقة، هل كورونا فيروس كورونا الآن يجلس على مقاعد الدراسة؟ أرجو أن لا يجلس. لكنه جلس. لكن أرجو أن لا يجلس، لكن هناك بعض الطلبة طبعا كما ورد بالتقرير وما نعرف أنه بعض الطلاب أصيبوا، وهذا متوقع. يعني في منطقة مثل عمان وزقاء المحافظة كبيرة فيها إصابات، واليوم حتى 61 إصابة، من شبه الطبيعي أو من شبه المتوقع خلينا نحكي أنه بعض الطلاب من أهليهم من الآخرين ينصابوا ويجوا على المدرسة. لكن هناك بروتوكول كما أسلفتم وضع من قبل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم عندما جلسنا في فترة من الفترات باللجنة وتكلمنا عن البروتوكول وكيفية تنفيذه. فمثلا من الأشياء المهمة جدا اللي يعني احنا هنا احيانا
أكون معك صادق، بعض المؤسسات والمدارس وإلى آخره، نعم. صحيح أنه وزير التربية والتعليم أعطى المديريات الحق بالتصرف، نعم. في مناطقها إذا كانت الإصابات ازدادت وإغلاق المدارس، إلا أنه كما تعلم أو كما علم يعني الآن وسابقا، إذا أصيب طالب في صف معين فالصف بذاته يغلق وليست كل المدرسة، هذا هو البروتوكول. لكن الصف الذي يغلق وليس المدرسة، صحيح، إذا طالب بصف واحد. لكن هناك حديث أخرى تتحدث بأنه من الممكن أن يتم الحديث يوم الغد من وزارة التربية. تمام. السؤال، من صاحب القرار في ذلك، وزارة التربية ووزارة الصحة؟ والله يا سيدي بعرفش بدقة، لكن أنا اللي بعرفه بدقة، أنا بعرف المدارس وزارة التربية، صحيح، لكن تنساش أنه الأمور تعاون. طيب ماشي، يعني اسمح لي، عفوا بس تفضل. معالي وزير التعليم اللي هو دكتور ياسين نعيمي عندما أتى للجنة مع معالي وزير الصحة ووزير التعليم العالي، كان هناك تعاون وقدم البروتوكول والاستشارات لذلك. أنا لفت انتباهي حديث الدكتور إسحاق عندما قال أنا وزارة الصحة تبلغ وزارة التربية والتعليم على الإصابات، توجهها لاتخاذ الإجراءات، هذا منطقي، هذا من تعقيب مرافق مدرسية وتعليمات إرشادية أخرى، وليس يعطيها قرارا بإغلاق تحويل التعليم أو عزل المنطقة أو ما إلى ذلك. هذا من القسم الأول اللي ذكرته، كلام منطقي جدا جدا، يعني في أي منطقة الآن مثلا الحالة للأسف اللي أصبحت في الكرك، من أبلغ الأطباء ومدير المستشفى وزارة الصحة؟ لأنه الفحص يعمل في مختبرات الصحة، المختبرات تبلغ قسم الأمراض السارية ثم يبلغه. طيب. ينطبق ذلك على المدارس في عمان، هناك طيب إصابة. دكتور جمال، طيب. أيوة. سأذهب وياك إلى جولة الآن مع ضيوفنا، نستمع في البداية إلى الأستاذ يوسف الهدلي، هو مدير المدرسة. مساء الخير أستاذ يوسف. مساء الورد. الحمد لله على السلامة في البداية سيدي. الله يسلمك ويبارك فيك. سيدي أنت مدير مدرسة، شو اسم المدرسة؟ ذوقان الهنداوي الأساسية للبنين. ذوقان الهنداوي الأساسية للبنين، بأي منطقة؟ البنين، في منطقة طلاع العلي. طلاع العلي. تم تسجيل حالة عندكم صح؟ بالضبط، تم تسجيل حالة لأحد الطلبة في مدرستنا. أي صف؟ طالب من الصف التاسع. طيب. التاسع. طيب. كيف علمتم بأن هناك حالة في المدرسة؟ الآن ولي أمره للطالب أخبرنا من خلال المرشد التربوي، لأنه المرشد التربوي يتابع أول بأول الحالات، خاصة أنه من أهل المنطقة يتابع أي جديد في المنطقة. أخبرني مدير مباشرة المرشد التربوي أن هناك حالة، أخبر بها ولي الأمر، قمت بإخبار عطوفة مديرة التربية التي تتواصلت مباشرة مشكورة مع الوزارة. طيب الآن تفضل. الأب لما أعلم المرشد كان ابنه بداوم ولا معطل؟ كان معطل. أهون. ابنه جاء يوم واحد فقط، يوم واحد اللي هو يوم الثلاثاء 1/9 إلى المدرسة فقط، استلم كتبه ومن ثم غادر ولم يعد، لأنه كان في هناك يعني اشتباه عندهم في البيت، وبالتالي تم حجر البيت تبعهم مباشرة إلى أن ظهرت النتيجة. طيب سؤال آخر أغلبك، كم عدد طلاب الصف التاسع اللي بيداوم في الذي أصيب؟ 46 طالب بالصف. الصف 46 طالب بالضبط، كلهم بصف واحد؟ لكن الآن لا، الآن ما هو احنا نعمل الآن على العمل بالتناوب أو التعليم المتناوب خلينا نسميه، كويس، بحيث قسم الصف إلى مجموعتين، مجموعة ألف ومجموعة باء. طيب. مجموعة ألف يقسم نصها اللي هو يعني 23 طالب، وهذولا بيداوموا أسبوع أحد ثلاثة خميس وأسبوع آخر اثنين وأربعة، والطالب الآخرين المجموعة باء بيكونوا العكس. طيب. يعني إذا داوموا اثنين أربعة بيداوموا أحد ثلاثة خميس. كم صف بالمدرسة؟ كم صف بالمدرسة؟ 19 شعبة. 19 شعبة. وكم عدد الطلاب؟ حوالي 840 طالب لغاية الآن. 840 طالب، ما شاء الله مدرسة كبيرة. طيب ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها؟ الطالب كان لابس كمامة ولا لا؟ طبعا في أول يوم من وصول طلابنا جميعا إلى المدرسة قمنا بتجهيز من لم يحضر كمامة معه، قمنا بتوزيع كمامة. طيب. بالإضافة إلى الكفوف، كويس، بالإضافة إلى أنه هناك في عبوات من المعقم الأيدي على باب كل غرفة صفية وباب كل مدخل في المدرسة. طيب. فإحنا محضرين، لأن كان الطالب يلبس كمامته
ماشي أستاذ، واستلم كتبه ويصل كمامة، غادر إلى رأسه وهو يلبس كمامته. طيب أستاذ يوسف، أنا أبلغني ابن أخويا يعني واحد مش غريب، قال لي يا عمي منفوت على المدرسة بس بتتيجي التربية بيقولوا نلبسوا هالكمامة، بنلبسها بيصورونا وبضلهم طالعين. أول أسبوع أعطوهم كمامة، الأسبوع الثاني قال كل واحد يدبر حاله. إلى أي حد هذا الحديث دقيق؟ لأنه يعني هاي أمانة أمام الله. تفضل. والله يا سيدي الكريم، مدرستنا بالذات نحن نقوم بتوزيع الكمامات يوميا على طلابنا، بالإضافة إلى الكفوف لمن لم يحضر كمامته. كل من لم يحضر كمامة بيحصل على كمامة من المدرسة نفسها. احنا جهزنا حالنا وعقدنا العزم على انه ان شاء الله ما تصير عندنا ولا اي إصابة من خلالنا، ملتزمين بالبروتوكول الصحي كويس، نظافة بصورة دائمة بإذن الله، كمامات متواجدة حتى فوق نظافة المياه، نحن بنجيب مياه خاصة لطلابنا. الله يجزيك الخير أستاذ يوسف، أنا ما عممت للأمانة، والله يجزيك الخير، وأنا بعرف أنه أنتوا يعني كثير حريصين على صحة الطلاب وعلى صحة الهيئة التدريسية أهم، لأنه الطالب ممكن أنه تسكر الشعبة صح؟ صحيح. بس الصف تبعه يتسكره. مظبوط. لا الآن الطالب ممكن يسكر الصف، وهذا اللي صار اليوم، أنه يغلق وهو ليس يغلق، هو يتحول إلى التعلم عن بعد. فاهم ما علي. في إغلاق، هو يتحول إلى التعلم عن بعد. طيب. لكن وزارة التربية مشكورة اليوم أوعزت بإغلاق أو تحول عن بعد لجميع طلاب المدرسة لمدة 14 يوم من تاريخ 1/9 اللي هو يوم معرفة يوم دوام الطالب. للمدرسة كاملة. للمدرسة كاملة. طيب بدي أسألك سؤال ثاني الآن. تفضل. إلى أي حد دقيق الحديث اليوم في عنا مدرسة ابن العميد؟ مزبوط؟ مزبوط. ومدرسة ذوقان الهنداوي؟ وفي مدرسة خاصة بديش أذكر اسمها، الثلاث إصابات لأولاد عم، صح ولا خطأ؟ لنفس العائلة. صح، نفس العائلة، كلهم من نفس العائلة، لنفس العائلة الثلاث مخالطين، يعني واحد مخالط لأبوه اللي في ابن العميد، والباقي مخالطين لعمهم. لعمهم بسكنوا بناية واحدة إذا بتعرفهم عن قرب؟ حسب ما روالي المرشد التربوي اللي هو متابع ومن أهل المنطقة، يسكنوا في بناية واحدة وتم عزلها وتواجد قوات الأمن العام على بابها. طيب أستاذ يوسف، آخر سؤال، كيف ستتعاملون مع 800 طالب، 840 طالب عن طريق التعلم عن بعد؟ أنتوا جاهزين ولا لا؟ والله إن شاء الله إحنا جاهزين. الآن مبدئيا في عنا منصة درسك، وهي منصة مفتوحة لجميع طلابنا. احنا الان خلال هذا الاسبوع والاسبوع القادم اذا شاء الله راح يكون في عنا التعليم اللي هو تطبيق البرنامج التعليم الاستدراكي او ما هو متعارف عليه بين المعلمين الملازم، وهي عباره عن مراجعه للدروس. نعم. ملازم. نعم كويس، وهي مراجعه لكل صف لما سبقه من الصف السابق في المواد الاساسيه. طيب لما سبقه في المواد الاساسيه، فبإمكان طلابنا، وإحنا قمنا بتوجيه طلابنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك بمتابعة منصة درسك، بالإضافة إلى أنه عندنا مجموعاتنا الخاصة اللي كنا بنشتغل عليها على الفيس، وإلنا قناة يوتيوب على الفيس، ويبث عليها معلمونا دروس لجميع طلابنا. اسمح لي أني أشكرك وأتمنى لك السلامة من جديد، ودير بالك على هالطلاب يا أستاذ يوسف. شكرا جزيلا لك استاذ. هذول ابنائنا. الله يكرمك. مدير مدرسه ذوقان الهنداوي، شكرا جزيلا لك. بدي اخذ تعليق منك دكتور قبل ان اذهب الى فاصل. السؤال، طيب الثلاث اصابات بالمدارس الثلاث، واحد انعدى من ابوه واثنين انعدوا من عمهم اللي هو نفس الشخص، صحيح، الا يفترض ان تكون هذه البنايه معزوله؟ صحيح. ها ليش مستغرب؟ لا صراحه لا اعرف، يعني إذا كان علم، عفوا، إذا كان علم سابقا أكيد معزولة، وإذا كان علم سابقا إنها يجب أن تعزل ولا تعزل، معناته هناك أرجو أن لا يكون تهرب من أصحاب العمارة، لكن لا أعتقد على الإطلاق أنه يكون في هناك تراخي من الأمن أنه طلعوا 3 طلاب
من عمارة لا هو مش تراخي إذا معزول يعني ما بيطلعوا همش صحيح إذا مش معزول بتم يطلعوا ما هو 100% ما أنت متى بتعزل العمارة لما تكون تعرف إنه فيها إصابات تعزل العمارة صحيح إذا كان ما عندك علم إنه العمارة معزولة لسه مش عارفين إنه في يعني مرضى أو مصابين بهذا العمارة كل طالب هو على شغله كل ساعة شغله طيب الظاهر هاي اللي صار معهم بس عفوا إذا تعطيني بس ثانية طبعاً أكد للمواطنين بشكل عام هذا دليل كبير إنه إذا أنا بعرف إنسان أو إنسان قريبي وأفترض أنه لا يضرني ولا يعني ينقل فيروس إلي هذا هنا مثال حي أنه الأقرباء أكثر الناس ينقلوا بعضهم البعض وذلك لاعتقادهم بالقوة هذا اللي تحدثنا فيه دائما أنه الأولاد الصغار بتوم يلعبوا مع بعضهم مين بده يمنحهم أذهب إلى فاصل بعد الفاصل سأستضيف الدكتور يوسف أبو الشعر مدير التخطيط في وزارة التربية فاصل قصير ونعود إليكم أهلا بكم من جديد وأرحب بضيفي الدكتور يوسف أبو الشعر مدير التخطيط في وزارة التربية مساء الخير دكتور الله يسعد مساك يا هلا فيك كيف حالك الله يسلمك بمسي عليك وعلى الكرام المشاهدين أهلا وسهلا دكتور بدي أسألك سؤال وهذا سؤال جاءني من أحد الأطباء اللي استلموا مناصب قيادية في الخدمات الصحية يقول بأنه تم إغلاق مدرسة خاصة لمدة أسبوعين وذلك لإصابة طالبة في الصف الخامس علما أنه يجب إغلاق الصف فقط حسب البروتوكول المعمول به وليس المدرسة كاملة لماذا تم إغلاق المدارس التي سجلت حالات فيروس كورونا فيها 14 يوما ولم يتم فقط تحويل دوام صف واحد أو شعبة واحدة سيدي بداية ألو سامعني سامعك سيدي تفضل سيدي بداية إحنا بعدنا ماشيين على البروتوكول اللي تم اعتماده مع وزارة الصحة اللي هو مكتوب فيه عن إغلاق المدارس لمدة 14 يوم والبروتوكول الصحيح في تطوير مستمر وعم نشتغل على موضوع البروتوكول من النواحي مثل ما حكينا بالأول من النواحي الصحية ومن النواحي التعليمية لكن هلا بالنسبه لتعليق الدوام انا سمعت انه بده يصير يعني راح يصير على مستوى الصف لسه بعد ما اجاناش القرار في هذا الموضوع لسه المداولات عم بتصير بيننا وبين وزاره الصحه وان شاء الله يعني اي شيء جديد او اي شيء مستجد على هذا البروتوكول سيتم على طول تعميمه على المدارس كامله يعني قريبا سيتم الخروج ببروتوكول جديد فيما يخص فيما لو تم مجرد يعني سيدي احنا يعني امبارح تم تعديل على موضوع من النواحي التعليميه تم تعديل على البروتوكول من النواحي التعليميه اللي هو الحصص وجدول الحصص فاي مستجد على طول هو هذا البروتوكول يحدث وينشر على موقع الوزاره الالكتروني فأي جديد في موضوع تعليق الدراسة سواء على مستوى المدرسة أو على مستوى الصفوف إن شاء الله القرار على طول راح ينشر ويعمم إلى جميع المديريات والمدارس. طيب دكتور نتحدث لديك إحصائية في عدد المدارس التي تم تحويل التعليم فيها والتحول للتعلم عن بعد؟ سيدي بداية يعني على عشان نكون واضحين بموضوع المدارس في عندنا 45 مدرسة تم تعليق الدوام فيها وهذا عندما سكروا المناطق في منطقة ماركا نعم دكتور تحويل ليس تعليق صحيح لأنه التعليق لا تعليق تعليق يعني صار التعليم فيها عن بعد عن بعد ماشي تحويل في عندنا 45 مدرسة هذا قبل بداية الدوام قبل بدء الدوام اللي المناطق اللي مثل ماركة اللي تم المعزولة مثل ماركة المعزولة أشكرك طيب. يا سيدي فتم تعليق فيها كافة المدارس اللي عددهم بحدود 45 مدرسة هذا بعد بداية الدوام تم تعليق بحدود 12 مدرسة حكومية وخاصة
ومنهم مدارس اللي تفضلت فيهم اليوم انت وزميلي الاستاذ يوسف اللي مشكور اللي هو عكس صحيح التنفيذ الدقيق على ارض الميدان في موضوع البروتوكول الصحيح. طيب دكتور سؤال اخر، 12 مدرسه مش 10، يعني في مدارس اليوم سجلت حالات غير المدرستين ذوقان وابن العميد؟ احنا سيدي بس علشان تكون الامور واضحه بيناتنا، احنا في عندنا الرصد عن طريق مديريه التربيه، وفي عندنا عن طريق المدرسه ومديريه التربيه، وعندنا فرق الطوارئ في كل مديريه تربيه وتعليم. احنا مثل ما تفضل الاخ يوسف، اي حاله ممكن تصير حوالين المدرسه عند الجيران ما بين الطلاب يتم التداول بيناتها على طول، تؤخذ على محمل الجد، وعلى طول وزاره التربيه والتعليم بتبلش تحرك فيها، وبتصل لمسامعنا هون غرفه العمليات الرئيسيه اللي شغالين احنا فيها على مدار الساعه لحد طيب. الساعه هاي ماشي. يا سيدي احنا بالنسبه لل 12 مدرسه هذول اللي وقفنا او صار فيها التعليم عن بعد، هي وفي منها مدارس تم فحص بقيه الطلبه سواء اذا كانت او المعلمين، وكانت النتائج الحمد لله. ما هو هذا السؤال سلبي. السؤال في ال 12 مدرسه تم اخذ عينات من جميع الطلبه وذويهم والهيئه التدريسيه ولا بس من الطلاب والهيئه التدريسيه؟ علشان نكون واضحين، البروتوكول عم بيعتمد على مسار، بالرغم من وجود بعض الاختراقات في هذا البروتوكول، تعرف بدايه الدوام وبدها فتره لما تنتهي العمليه، لكن هي اجمالا عم بيصير في مسار للطالب عندما يدخل المدرسه والخروج منها، فيتم فحص من هم قريبين من هذا الطالب سواء المعلم او الطلبه اللي حواليه. طيب. طبعا هذا بمجهودات بالتعاون المشترك مع وزاره الصحه. طيب السؤال الان، احنا رحنا سكرنا مدرسة او سكرنا شعبة صف لصف اول وثاني، وحولنا التعليم عن تعلم عن بعد، ماشي؟ طبعا سيدي شو هو السيناريو المتبع من وزارة التربية حول ذلك، خصوصا بانه هذول اولاد صغار ما بيقدروا يفوتوا، والله في منهم شاطرين ما بيقدروا يفوتوا على الانترنت ويفتحوا على منصة درسك او كذا، شو هي الآلية، شو الاستراتيجية الواضحة اللي يخلي الاهالي يعرفوا لابنائهم بالصف الاول والثاني انه كيف يدخلوا عليها، كيف نظام التعليم فيها؟ صحيح يا سيدي. يا سيدي احنا من البداية احنا من اول كثير على المشاركة من أولياء الأمور، دعم أولياء الأمور للمدرسة، هي بتكمل العملية التعليمية كاملة سواء في البيت أو في المدرسة، هي نعم. عملية تربية وتعليم مكتملة. فيا سيدي بالنسبة لموضوع التعلم عن بعد، احنا رايح تطلق من عندنا المنصة راح تكون هذه المنصة تفاعلية، راح يتم فيها الرصد، وراح يتم فيها إرسال الواجبات والأسئلة من قبل المشرفين لأولياء الأمور، وراح يكون في عندنا رسائل لأولياء الأمور بتحث على متابعة أبنائهم الطلبة على هذه المنصة. طبعا احنا ما بدنا نحكي، بدناش نكون مثاليين كثير، احنا بنعرف التحديات عن بعد في التعليم عن بعد، وخذنا هذه التجربة، جودنا العملية في التعليم عن بعد اللي نقدر طيب. نتابع أبناء الطلبة ويكون لهم واجبات ويكون لهم مكمله لما ياخذه وجاهي في المدرسه. طيب. تعرف ان التعليم بالتناوب هو عمليه مشتركه ما بين سيدي. كملتوا توزيع الكتب بكل المدارس؟ لانه في بعض الاهل بيقول لك بعدهم ما وصل لنا الكتب، في نقص بالكتب. انا متاسف تليفون غلط. أعيد طرح السؤال مرة ثانية، هل تم الانتهاء من توزيع الكتب على جميع الطلاب أم أن هناك ما زال نقص؟ لأنه هناك أهالي بيقولوا والله بعتهم الأولاد ما أخذوا كل الكتب. سيدي في موضوع الكتب المدرسية لا تزال عندنا بعض الكتب تورد إلى المدارس، والعملية مستمرة على قدم وساق. طيب. و24 ساعة، وهذا الحكي أنا بأكد لك. طيب. ماشي. أين مناطق المدارس المتوفرة؟ مناطق المدارس التي ظهر فيها الفيروس. شو السؤال؟ ما وصل السؤال. المدارس بأي مناطق اللي ظهر فيها الفيروس؟ بكل المملكة ولا بالوسط بالشمال بالجنوب؟ الجنوب لا. يا سيدي احنا نرصد بحسب المنطقة، يعني اللي بلواء ماركة وفي عندنا بلواء الجامعة، فبنرصد بالمنطقة اللي بيصير فيها
الوباء بالمديرية نفسها. طيب. وعلى طول بيتم المتابعة الحثيثية. طيب سيدي آخر سؤال وأعتذر لأني أطلت. السؤال هو 10 مدارس إحنا كلنا نعرف إنه ظهر فيها الفيروس، أنت الآن قلت 12. أي سيدي، هم 12 مدرسة هي منشورات على الفيسبوك تبع وزارة التربية والتعليم، موجودات اسماء المدارس. نعم يا سيدي، موجودات على 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 صفحة وزارة التربية، حكومي وخاص. احنا ما بنخبي، ليش نخبي؟ ماشي. شكرا لك دكتور يوسف ابو شعر، مدير التخطيط في وزارة التربية والتعليم من مقر الوزارة. دكتور اعتذر للإطالة، لكن يجب ان اطرح هذه الأسئلة. الان اتحدث، الان احنا عندنا تقريبا 4000 مدرسة حكومية تقريبا، وعندنا 3000 وشوي مدارس خاصة، 7000. الإصابات تقريبا ب 12 مدرسة ظهرت فيها الإصابة، لانه 45 مدرسة متفضل الدكتور قال بأنها في مناطق معزولة بالأصل، يعني ما ظهر الفيروس في المدرسة. صحيح. ما هو الحد الذي يجعل لجنة الأوبئة توصي بإغلاق المدارس؟ تمام. حسب ما نوقش، إذا كان خلينا أمشي تدريجيا عشان نحط الأمور بسياقها زي ما تفضل دكتور يوسف بالشعر ونعرف وين وصلنا. الآن إذا الطلاب عمالهم بيجوا بأخذوا بس الكتب، إيش معدين في المدرسة، المفروض يكون هاي في نظام ماشي مع بروتوكول التربية والتعليم اللي هو دخول الطلاب مش دفعة واحدة بل بالتدريج. الآن إذا أصيبت مدرسة كان الدوام، يعني كان في هناك دوام في المدارس والصفوف ممتلئة حسب بروتوكول، إذا كان مزدحمة نص نص، وإذا كان بحلات بعيدة وقليلة لوحدة وفي تباعد اجتماعي والآخره، أصيب طالب بصف واحد في منطقة واحدة يعزل ذلك الصف فقط مش كل المدرسة، هذا البروتوكول كما ورد. بس الوزارة لكن 14 يوم وقالت بكرة بدنا نطلع وبعد بكرة بحديث. صحيح آخر. صحيح. لاحظ يعني هذه احتمال يكون يعني زيادة بالحرص والحذر والحيطة من القبل المديرية ووزارة التعليم حتى، لكن إذا الفيروس هناك 2 أو 3 أو 4 بنفس المدرسة خاصة في مناطق مختلفة بعدة صفوف وطوارق مختلفة أصيبت، من المنطقي أنك المدرسة كلها تغلق وتحول للتعليم عن بعد، وطبعا الأهالي المصابين يعني يمشوا على البروتوكول يعني كما ورد. هل ستخرج توصية بإغلاق المدارس ضمن هذه الحالة الوبائية جميع المدارس؟ لا. نعم. لا اعتقادي لا، لانه حسب علمي الحياه ماشيه ويجب ان تستمر. طيب. لانه في دول، كل معظم دول العالم الان رجعوا لحياه شبه طبيعيه وعنده اصابات اعلى منا. دكتور هل تدعونا الى التعايش مع هذا المرض؟ اكيد. طب خلاص خلينا واضحين وافتحوا هالدنيا وقولوا يا عم تعايش، كل واحد يدير باله حاله. كلامك صح، هذا ما في غبار، بس خليني نوضح الامور. هلا ندعو للتعايش، ندعو الانفتاح طبعا تدريجيا. اليوم انت بتعرف انه جلالة الملك كان في المطار، فقد المطار لانه بكره تقل 4 طائرات ثم تزداد التجمعات، راح يعني تزيد شوي شوي، لكن يجب ان يكون شيئين طبعا، مراقبه من اصحاب الشان والامر من وزاره الصحه والتقصي الوبائي والفحوصات للمواطنين وتجمعات الى اخره من ناحيه، والاهم اكثر اثناء فتح ذلك وعي المواطن، وأقصد وعيه بتعاونه، ليس نقول المواطن وعيه فقط بل بتعاونه بأسهل الأمور حتى يمنع انتشار ذلك. هيك طيب. بتمشي الحياة ماشي، يعني ما يعتمد المواطن على يقول مثلا المؤسسات الرسمية هي اللي لازم تسوي عنا، ولا المؤسسات الرسمية تقول الحق على المواطن. اثنين لازم يكون فريق واحد الكل يتعاملوا بذلك. دكتور سأطرح أسماء المدارس التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لمدة 14 يوم الموجودة. ميمون بنت الحارث في قصبة إربد، ابن العميد لواء الجامعة، دوغان الهنداوي لواء الجامعة، ذكور النزهة الإعدادية، أم الحارث البنات ماركا، سعد بن أبي وقاص سحاب، البقعة الثانوية بنين عين الباشا، أحمد غنيم الأساسية عين الباشا، عين الباشا ثانوية البنات. الباشا كثير في 3-4 مدارس. ثلاثة وبتنساش سحاب كانت معزولة. نعم. وما كان معزولة كانت الكرامة المنطقة. الثانوية البنات الشون الجنوبية، عين البستان الثانوية بعجلون، عقبة بالنافع الأساسية الزرقاء الأولى، روضة فتافيت السكر التعليم الخاص، أكاديمية علماء المستقبل التعليم الخاص، البلد الأمين التعليم الخاص، روضة ينابيع الربيع التعليم الخاص، ما في حد أحسن من حد، الخاصة قبل الحكومة بتتذكر، أكاديمية العواصم الخضراء التعليم الخاص، أكاديمية البشائر النموذجية 2 التعليم الخاص، روضة البنان النموذجية التعليم الخاص، نسيم الربيع التعليم الخاص، النصر الكبرى التعليم الخاص، المرقب الأساسية الثانية لبنين ماركا،
أحد الأساسية لواء كمدرسة. والله هاي المرق عايدين كثير فيه هذول كل المدارس، الروم الكاثوليك جبل أشرفية التعليم الخاص، الأرمن الأرثوذكس، والله مدارس كثير. يعني عفوا هذه يعني رقم تعطينا رقم كبير لإصابات المدارس، أنا ما عندي علم في الأسماء الأخيرة إلا إنه وأنا والله ما عندي علم، لكن يعني حسب ما تم يعني هذا ما يؤكد إنه لا تستطيع إنه نقعد كنا نخاف وسيع عندنا بسموه بانيك إنه إصابات بتصير. اليوم عندنا 61 إصابة داخلية الإصابات بتصير سواء في المجتمع في المدارس في المستشفيات في الأطباء بالخيري. لكن أنا برأيي المتواضع كشخص الآن الحياة يجب أن تستمر، نطبق البروتوكولات، نعمل الفحوصات ونعمل ويعني ونأكد على وعي الناس بالاستمرار بالتصرف الصحيح. سؤال آخر دكتور، هل أنتم وأقصد لجنة الأوبئة مع إغلاق الشعبة فقط وليس المدرسة؟ إذا كانت إصابة واحدة صحيح لطالب، إذا عفوا هاي تأخذها الجملة هاي إذا كانت إصابة لطالب واحد صحيح بتأخذها بمنظور بمسار كامل. نعم. إذا اتبع البروتوكول المدرسة مزدحمة نصف نصف، الصفوف تدخل بنفس 10 دقائق بين بعضها كما اتفقنا على ذلك، بداخل الصف هناك تباعد، العمر فوق 12 سنة لابسين كمامات، بين 10 و6 سنوات أو 8 سنوات كمامات يمكن تكون قماشية حتى ما يعني ما تزعجهم، يكون هناك معقمات في المدرسة، والخروج من الصف يعني من نفس الطريقة كل صف على حدة أو كل مجموعة على حدة، ما في استراحة خارج الصفوف، استراحة داخل الصف، وكمان يعني إذا والأكل داخل الصفوف. إذا طبقت هذه المعايير كلها وما صارش خرق فيها، من المنطقي إذا أصيب صف واحد في مدرسة يعزل ذلك الصف ويفحص ذلك الصف. لكن إذا كانت المديرية أو المدرسة أو أنا متأكد إذا كان أكثر من حالة في المدرسة، عدة حالات منسكر الشعب، لا هذه بتصير مختلفة شوية. كم حالة صحيح. في المدرسة بتحوله ل14؟ أكون معك صادق. نعم. فيش رقم معين نطلع عليه، يعني أعطيك مثل إذا أصيب نأخذ مثال المدرسة اللي تم فضل. طيب عنده 19 شعبة، عنده 840 طالب، يعني اللي هو الأستاذ يوسف، يعني بمعنى أنه عنده 420 طالب فترة و420 طالب فترة ثانية فترة أخرى، ماشي، يعني في تباعد بالصف، ماشي. طيب ال 420 إذا تم تسجيل لا قدر الله 3-4 حالات، تغلق المدرسة، تحول إلى تعلم عن بعد، مع أنه الآن هي محولة بس ما بنعرف قرار وزارة التربية بكرة أو بعد بكرة. أنا كالتالي بيصير إذا 3-4 حالات موزعة بعدة مناطق في مدرسة من المنطقة إغلاق المدرسة. أربع حالات؟ لا، 3-4 حالات موزعة بعدة طوابق عدة صفوف. لأنك لا تضمن أن يكون في آخرين مصابين وعندما تعيد الفحص مرة ثانية إلهم يكونوا مصابين. أما لكن إذا كانوا كلهم محشورين بصف واحد موضوع ثاني، الصف مرة ثانية يعزل. ماشي، هذا تصحيح من معالي الوزير، قال بأن غالبية المدارس التي تم ذكرها وذكرت أنا من خبر صحفي موجود تم تعليقها والتحول بالكامل. إلى التعلم عن بعد قبل دوام المدارس بالكامل، قبل دوام المدارس، قبل دوام و45 المدارس. منها في حي الربوة بماركة والأشرفية بقصبة عمة. يعني هذا يعني هذا وجب التنويه زيادة بالحيطة قبل ما يقولوا يا عمي هذولا سكرونا المدرسة، لا هذا الحديث الآن من أهل الآن فقط، يعني هذا زيادة بالحيطة والحذر إنه تسكير مدارس قبل دوامهم بالطريقة هاي. نعم، سأذهب إلى فاصل قصير أخير، بعد ذلك سأتواصل مع عن دور المدارس الخاصة أيضا. فاصل قصير نعود إليه. اهلا بكم من جديد، وارحب بالدكتور منذر الصوراني عبر الهاتف نقيب اصحاب المدارس الخاصه. مساء الخير دكتور منذر. مساء النور عزيزي، الله يبارك فيك عزيزي. دكتور منذر، كم عدد المدارس الخاصه التي ظهرت فيها فيروس كورونا؟ ظهر فيها فيروس كورونا؟ والله حسب المعلومات يعني اللي طرحتها انت وضيفك الكريم، يعني ممكن تكون يعني بحدود ال 20-25 مدرسه خاصه. 25 مدرسه خاصه؟ اي نعم. ظهرت فيها فيروس كورونا؟ مش ظهرت فيها حقيقة، يعني فيروس كورونا هو مستورد، يعني جاء من خارج المدرسة ودخل إلى المدرسة. أنا أدرك ذلك تماما. أنا. يعني أنا. دكتور فقط أنا لأنه الآن بطلنا نجمع. التربية بتقول لي 12 مدرسة
ماشي؟ أين؟ من ضمنها مدرسة خاصة. أنا لا أتحدث عن المدارس التي لم تبدأ بعد، يعني المدارس الموجودة بالمناطق المعزولة أنا ما بتحدث عنها، لأن هي مغلقة، لأنه المنطقة كلها مغلقة. صحيح. أنا بتحدث عن المدارس اللي بدأت التدريس وظهر فيها هذا الفيروس. كم مدرسة خاصة؟ هلا هاي المعلومة الصحيح يعني أستاذي، هاي المعلومة يجب أن الصوت مش واضح أخي عام. تفضل سيدي، أنا سامعك دكتور، تفضل. سيدي هاي الإحصائية موجودة لدى وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم. هاي المعلومة إذا بدك تعرف العدد الصحيح للمدارس الخاصة اللي ظهرت فيها جائحة كورونا. لكن إحنا اللي حاصل الآن إنه حقيقة كل قطاع التعليم الخاص هو في قلق الآن، هو قلق متخوف من المستقبل. يعني بدأت الأمور تزداد يعني يوم بعد يوم، ونرجو الله ألا تزداد هذه الجائحة وتصبح مشكلة للدولة كلها. فأي معلوم بعدد المدارس حقيقة ما عندي إحصائية دقيقة، لكن ممكن تأخذ هذه الإحصائية من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة. لكن في المجمل أنه أنت بتعرف طيب ما عندك ولا حالة ولا مدرسة مؤكدة؟ أنا بعرف أنه في مدرسة مؤكدة. لا، في مدرسة مؤكدة صحيح، ما في داعي ذكر اسمها، وصار في أنا تواصل بيني وبينك يعني قبل هذه الحلقة بساعات، شايف؟ أنا أعرفها جيدا وأنت تعرفها، لكن إحنا بتعرف للأمانة يعني وحرصا على يعني احتراما للرأي العام ما نقدرش نطرح اسم المدرسة، لكن أنا بس دكتور أنا دكتور نعم. هو الموضوع مش قصة دعاية، المدرسة هي مدرسة الدر المنثور. إذا بتعرف أنا بقول بعرفها وخلي الناس تعرفها، مش يعني هذا الشيء لا يعيب المدرسة، لأنه في مدارس حكومية ظهر فيها الفيروس. صحيح. يعني مش إذا ظهر فيها الفيروس مش راح تشتغل يا سيدي. أبداً. تفضل. بس خلينا أنا أحكي لك يعني أعطيك موجز كامل عن يعني اللي هو البروتوكول الصحي اللي صدر عن وزارة الصحة والمعمم على من قبل وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة. حقيقة المدارس الخاصة لم تقصر في تنفيذ بنود البروتوكول الصحي، وهذا شيء يعني حقيقة أنا بحكي في المدارس الخاصة وزرتها. هذه المدارس يعني طبقت كل معايير الصحة والسلامة العامة. لكن هنالك نوع من الفوضى، في نوع من الفوضى قد تكون في بعض المدارس الخاصة، الاحتكاك الغير مباشر. يعني مثلا أنا أعتقد يعني معظم المدارس الخاصة عقمت الباصات، عقمت الكراسي، أيدي الأبواب، يعني عقمت في بعضهم سهى أو لم يلتزم بتعقيم الباص. استخدمنا احنا الكفوف، استخدمنا الكمامات، التزمنا بغسيل ايدي مرتين في اليوم في بعض المدارس الخاصه، استخدمنا كاسات الشرب هي الكرتون، التباعد الاجتماعي في بعض المدارس يوجد فيها تباعد اجتماعي، والبعض الاخر دكتور منذر نعم لا احد يشكك باي عضو هيئه التدريس صحيح بانه يقصر ابدا. نعم. هو حريص اكثر منا، بس السؤال بدي اسالك اياه، شو الاجراءات اللي تمت؟ يعني سيتم إغلاق المدرسة 14 يوم والتحول عن التعلم عن بعد، هي واحد. أم سيكون إغلاق للشعب فقط؟ اثنين. ثلاث، ما هي ظهرت حالة الفيروس فيها، كيف، ما هي الإجراءات اللي بتتم؟ أستاذي يعني اللي بيقرر هو وزارة التربية والتعليم بناء على ما تصدره وزارة الصحة. والآن تم يعني تأكيد خبر بأنه مدرسة خاصة واحدة فقط هي من ظهر بها الفيروس، والباقي الذي أشرت إليه تم تعليق الدوام قبل بدء العام الدراسي لأنها في مناطق معزولة. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور منذر السوراني، نقيب أصحاب المدارس الخاصة. دكتور شو تعليقك؟ يعني الحديث الآن عفواً. هو الموضوع مش مدرسة خاصة ولا مدرسة حكومية، أنا بهمني صحة الطالب. يعني صحيح. هو الطالب الحكومة مش مثل الخاصة، هم أخوة نفس الشيء. يعني هذول أولاد العم اللي واحد منهم كان مدرسة ابن العميد، أخوه كان مدرسة خاصة، وابن عمه مدرسة ثانية اللي مدرسة دوغان الهنداوي. صحيح. يعني أخوة ثلاثة. صحيح. يعني أنا يعني حد المال استمعت للسيد منذر الصغر نقيب مدرسة خاصة،
المفروض انه البروتوكول اللي يطبق على المدارس الخاصه هو نفس البروتوكول يطبق على المدارس الحكومه، لانه نعم. وزير التربيه والتعليم وزير لكل المملكه. صحيح. ليس وزير لمدارس والتعليم. صحيح. كما ان وزير الصحه وزير للمملكه كله، ليس وزير لوزاره الصحه. نعم. فالمفروض انه البروتوكول يكون الكل بدرايه عليها، يعني يبدو هناك انه في ضبابيه ببعض نقاط البروتوكول، المفروض يكونوا هم عارفينه وطبقوه على المدرسه فيما عند ظهور هذا الفيروس. نعم. بهذه المدرسه الخاصه التي صارت يعني. طيب وحتى الان وزاره التربيه ماضيه في 14 يوم لكامل المدرسه. صحيح. اجراءات احترازيه ام ماذا؟ هي احترازيه، اكون مع صدق يعني احترازيه وحذره جدا، يعني احنا زي ما قلت لك في البدايه انه البروتوكول اذا كان اصابه واحد مدرسي بغض النظر عن المدرسه، اذا كان التزم بالبروتوكول جميعه بالمدرسه وكانوا مطمئنين لتصرفاتهم فذلك الصف يعزل لوحده، لكن اذا اكثر من اصابه تسكر المدرسه. طيب ما يحدث الان هو زياده بالحيطه والحذر، لانه في هناك بديل اخر اللي هو التعليم عن بعد. هذا الحديث من وزير التربيه، قرار تعليق الدوام على مستوى الصف اذا ظهرت اصابه لم يطبق لغايه الان، لان تحديث البروتوكول من الصحه تم اقراره يوم الامس، وعلى هذا الاساس تم تحويل المدارس 14 يوم للتعلم عن بعد. جميع المدارس لم يتم اقراره حتى الان، عشان هيك بقول لك 14 يوم، لما يتم اقراره بصير يوم، بصير للشعبه فقط. ما فهمت عليك، عندما الان وزاره التربيه عفوا. الان وزاره التربيه اي صحيح. اصابه في اي مدرسه بتحول التعلم فيها عن بعد ل 14 يوم. تمام، متفقين عليه او سمعنا حكينا. لم يتم اقرار اغلاق الشعبه الواحده حتى الان، حوالي من اسبوعين او اكثر، خلال يومين راح يتم او اكثر او اقل راح يتم. اتكلم عن رايي الشخصي طبعا، صراحه طبعا، يعني كاخصائي امراض معديه واشياء زي هيك، تم اقراره لكن لم يتم تنفيذه. صحيح. رجعنا مره ثانيه انه هو بعرفه انه ناقشناه يعني وكان مفروغ منه الموضوع هذا، لكن برايي الشخصي ان هذا هو المنطق، انه عندك صف في طابق معين، مدرسه معينه، كل المبنى تغلقه. لا، مش هي مش عماره سكنيه. نعم. عماره سكنيه لانه الناس يختلطوا، فما بتقدر تعمل انه تشابهها بالعماره السكنيه، هذه هناك طلاب بروح بيجي ساعات معينه. نعم. اصيب صف معزول لوحده، مغلق لوحده، فيش استراحه، ما في اكل برا، ما في شيء، اعتبره يونت او وحده لواحده. نعم. وهو يعزل لوحده، اعزله اسبوعين اللي بدك اياه، بس ما تعطي كل المدرسه، وحوله للتعليم عن بعد حتى يعني يبين حاله الطلبه المخالطين الاخرين وترجع مدرسة بعدنا. طيب يعني احنا نتحدث الآن عن هذه المدارس، 12 مدرسة تم اتخاذ القرار بأنها 14 يوما تعلم عن بعد. أوكي، صحيح. حتى يخرج القرار من التربية بأنه يرجع مرة ثانية. بس تنساش أنه بعض المدارس كما أسلفت أنه في مناطق معزولة أساسا. لا، غير المعزولة، احنا بنتحدث عن اللي ظهرت فيها الحالة، اللي ظهرت فيها المفروض أنه 14 يوم، المفروض أنه بعد انتهاء ال 14 يوم يمشوا على البروتوكول ويرجعوا مره ثانيه للصفوف. دكتور، راح يكون في تقصي في المنطقه المتواجده فيها المدرسه؟ هسه حكيت عن البروتوكول، لانه هناك اي حاله تظهر بغض النظر طالب مدرسه ومواطن، يعني مدرسه او في منزله او في محل عمله، يمشي البروتوكول بالمخالط اللصيق والمخالط البعيد. طيب. ومخالط المخالط كله يمشي. هل سنستمر في المخالط اللصيق، المخالط الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، أم بأنه فقط المخالط اللصيق؟ لا، سنستمر بذلك. السبب لأنه كما أسلفت سابقا في لقاء مشابه لهذا، لأنه في حالات كشفت بالمخالط المخالط أيضا. نعم. فبالتالي بتكون مطمئن أنه إن فيش تشين أو تسلسل. نعم. إصابة لا أو دائرة أوسع. نعم. غدا سيتم الإعلان عن البروتوكول الخاص في حال وجود ظهور حالة فيروس كورونا في المدارس، حسب معالي الدكتور تيسي نعيمي وزير التربية. شكرا جزيلا لك دكتور جمال الرمحي، عضو لجنة الأوبئة. شكرا جزيلا لك. حياك الله. دمتم بخير ومشافي الكرك إن شاء الله دائما. آمين. يا من الله.